أول شيء اللي حبيت نأكده ونأكد الكلام اللي قاله عادل، الفريق الوطني الجزائري مانيش عارف إلا محسود خارج الجزائر ولا من الجزائريين. يعني في الوقت اللي كنا احنا نتأهلوا بالجولافيراج وكان في الثمانينات ونتأهلنا بلا بياس، ما نسواش هذه، كنا نتأهلوا بلا بياس وبالجولافيراج وكنا نحوسوا كيفاش نربحوا هنا في الجزائر ولا نديروا ماتش نيل ولينا نربحوا ونربحوا خارج الديار كما قال لك عادل. فعلا احنا على بالنا بلي المحور تاع الدفاع عنده مشكله، احنا لما توصل الكره في محور الدفاع نقولوا كامل شادين البوطون تاعنا، ولكن الفريق الوطني الجزائري كما قال استاذنا الكريم في هذه التصفيات النتيجه هي الاساس. احنا ما نحوس على طريقه اللعب، ما نحوس على شيء اخر، والانتقادات التي توجه للناخب الوطني ويجب ان توجه اليه الانتقادات هو ولا واحد اخر، لكن لازم تكون انتقادات بناءة موضوعية. اليوم السيد يربح الارقام كلها راهي معاه، واش راح انت واش راح تنتقد؟ قول لي واش راح تنتقد الاداء على سبيل المثال، تنتقد الاداء يقول لك انا ربحت، انا لو كان درنا ماتش نيل في الموزمبيق واش نديرو؟ لو كان رانا نرفدو السيوف ونجري في الطريق.